فن الرحمة سيدي ربي ورشن قرفة الغوراش يوكن كنابة الزاثك Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dimanche, hein, nous sommes bien sûr le 6 février 2022, il est 13h presque 57 normalement, ouais, non, 13h37, pardon, 13h37, اليوم الحد, essa, الحد, الناس اللي راحت l'église, حبابنا وخوينا المسيحيين نقول لكم كل بون مس, ما نساوش خوانا اليهود تاني اللي راحوا يصليوا اليوم في السيناغوغ اليوم نقول لهم بون ميس افو توس ان شاء الله ربي يتقبل منكم ان شاء الله صلاتكم وان شاء الله ما نسيتوناش بالدعاء نتاعكم كيما حنايا ثاني مسلمين ندعي لكم نهار الجمعه ان شاء الله ما نسيتوناش بالدعاء نتاعكم ان شاء الله ربي يتقبل منكم ونقول لكم بون ديمونش اتوت اي اتوس الوغ جو نوبلي با اوسي دو سالوي مي زامي اللي راهم قاعدين يكتبوا لي بشير خويا واش راك سي بشير بونجور مون فرير الوغ المدرب نتاعنا تاع خنشلا هو بشير عبوبه كما تعرفوه الوغ جماعه تبسه مساء الخير مساء الخير عليكم يا جماعه تبسه ما نسيناكمش ليلى بونجور
Alors, Massi, salut. حبابنا وصحابنا اللي كامل اللي كتبوا لي الناس مشونش راكم غايبين راني توحشتكم بزاف بزاف وراكم يا ناس مشونش كيف هذا تغيبوا علينا هكذا بعد خليني نتوحشكم هكا بعد سي با نورمال الوغ ميرسي بوكو بور تو لي زامي اللي كتبوا لي واللي بعثوا لي دي ميساج الناس اللي نقدر ريبوندي لهم فوالا اللي ما نقدرش فو ميكسكوزي ساعات يا بوكو بوكو دو ميساج جو بو با ريبوندر ا تو الموند مي كروي موا راني نقرا لي ميساج تاعكم مي سون في بليزير ناس عين بيضاء ما نسيتكمش ثاني من البواري سورتو سورتو ناس البرج حبابي اللي في البرج راني ما ننساكمش ما تقلقوش روحكم الوغ بون كيما قلت لكم اليوم الحد كيما تعرفوا عند خواننا توانسة اليوم ما يخدموش نقول لخواني التوانسة اللي راحوا يصليوا لي زيكلي كريتيان المسيحيين صلاة مقبولة إن شاء الله كما خويانا اللي في المغرب كيف كيف نقول لهم صلاة مقبولة الناس اللي راحوا يصليوا عندنا احنا في الجزائر إلا غالبكم تكونوا صليتوا في الديار نتاعكم ولا في التلفزيون ولا حتى يهدي ربي الناس المسؤولين نتاعنا في الجزائر باش يحلوا لي زيغليز ويحلوا لي سيناغوغ ويخليوا الناس يروحوا يصليوا ما ننساش باش بور بارطاجي افيك فو مون كافي دو ديمونش حبابي وصحابي نقول لكم فوالا بون كافي صحه القهوه النون كاملين فوالا الوغ ان شاء الله يهدي ربي المسؤولين تاع الجزائريين ويحلوا لي زيغليز الناس في الجزائر يخليوا الناس يروحوا يصليوا على ارواحهم باسكو سمحوا لي سمحوا لي الناس ما يمشيوش كان وحده قالت لي خطره انت كي درت كيما هكا دوختني سمحوا لي على بوفي هذه حلتها ثاني اللي كنت كون تشوف فيا انا دوختها سمحوا لي سمحي لي الوغ كيما قلت لكم حنا في الجزائر ما يقدروش يروحوا يصليوا باش تشوفوا يا ناس لي زيغليز مقفولين دونك واش تحبوا هذه هي العقليه هذه هي العقليه نتاع الجزائري اللي هو اللي يحب يتحكم في كلش يحب ربي سبحانه عز وجل اللي خلق الدنيا وخلق الارض وخلق منا خلى الناس ليبخ خلى الناس ليبخ وهنايا تلقى الناس مساكن على جهل ولا على يحبوا يتحكموا في الناس قال لا لازم تكون مسلم بالذراع ولازم تكون مسيحي بالذراع ولا اللي مسلم راهو معانا واللي مسيحي خاطينا يا اخي هضره يا اخي يا اخي هضره يا اخي كي ديروا كيما هكا يا ناس راكم تحبوا تقسموا للامه تقسموا للامه الجزائريه اللي راهي متوحده وانتم تحبوا تقسموها كيفاش ما علاقه لكم انتم الناس اليوم المسيحيين اليوم اللي في الجزائر ما هم جزائريين ها سيدي خرجوهم خرجوهم يا سيدي قال يا جماعه انتم ما كم جزائريين اخرجوا علينا يا سيدي كي عاد ما تخليهمش يصليوا ولا يجي ولا قول لهم اروحوا بالذراع هدوا لهم لي كلاشينكوف وهزوا لهم وروحوا للديار قال لها يخرج ديراكت يخرج المسجد يدخل المسجد اي ماشي عقليه هذه يا ناس ماشي عقليه وخويا انا اليهود كيف كيف كانوا يهود جزائريين باش تعرفوا يا ناس مساكن يمشيوا الغاز لي ميغ خايفين واحد باش يروح يصلي يخاف كيما قالوا يخاف الناس يوليو يهديوه يعني باش تشوفوا واحد يروح يصلي في خوينا لي كريتيان مساكن يحبوا يروحوا يصليوا ويخافوا ولا يضربهم الناس ولا وعلاه بوركوا انتم خير من ربي سبحانه عز وجل انتم خير من الاله اللي كون فيكون لو كان عينه في اي واحد يطفيه كي شمعه يطفيه وعلاش ربي خلى الناس ليبر خلى الناس ليبر خليو الناس يحبوا اللي يحب يكون مسلم يكون مسلم اللي يحب يكون مسيحي يكون مسيحي اللي يحب يدخل الدين اليهودي يدخل الدين هذا بشأنه بينه وبين مولاه وانتم علاش تدخلوا علاش تدخلوا انا نقول لمشي تبون ولا الناس اللي تسير في البلاد عندكم حق تدخلوا في تقولوا هذاك مسلم ولا انت مش مسلم ولا تقولوا انت هذه دخلوا في فرد حاجه برك في فرد حاجه تنجموا تدخلوا حاله واحده اذا ربي سبحانه عز وجل كلفكم اذا كلفك ربي سبحانه عز وجل وي هذه اني معاك انا ثاني نكون معاك كاش مشكل مي ربي ما كلف حتى واحد دركا كلف ناس بكري انبياء راحوا دركا ما كانش غير اذا تحبوا توليوا انتم انبياء وربي ما قالكمش هذه نو هذه نقولها للجماعه المسلمين ونقولها حتى للكريتيان بعد للكريتيان بعد اللي يحبوا ينعتوا وقال لا احنا الدين تاعنا هو الصحيح وانا لا 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 يا اخي انت فوزت كريتيان صلي على روحك اخويا ربي يقبل عليك وريح ترونكي الناس الاخرين ما عندك ما دخلك فيهم كيما ثاني المسلمين كيف كيف ما تنجموش تحكموا الناس بالذراع قلت تكون مسلم بالذراع ما تقدرش خلي
لي الناس دي كانوا ناس ما يمنوش خلاص. كيفاش هاد الناس هادو تنحيهم من الدنيا ولا كيفاش؟ ربي خلاهم يعيشوا وانتوما تنحيهم من الدنيا. انسان يقول لك انا ما نمنش، اي بين وبين مولاه. واش احنا اون لي ريسبكت، على كل حال اون ريسبكت. هذا ما كاين، ما نجيش نقول وانا علاه ما تمنش، راح نولي وانا ربي. لازم الناس يفهموا هاد الشيء هذا ويخليه، والناس يصليوا على ارواحهم. وراكم يا الجزائريين يا المسؤولين، راكم راح توصلوا الشعب مسكين للمشاكل، والله غير راح توصلوا الشعب على جد هذه الصالات هذه، وعلى جد تقفل ليزيكليز، وعلى جد تقفل ما تخليش الناس هذو، والله غير راح توصلوا الشعب الجزائري مسكين لي بروبليم والله. الوغ كو على بالكم بلي كان الناس تتبع فينا وما يشتيوناش، وقادرين يشريوها لنا على حاجه كيما هذه. قال لكم ما تحترموش الناس، ما تحترموش الديانات، وما تحترموش منا، ويديروا لنا مشاكل ويضربونا ويديروا لنا كي ليبيا ولا كي سوريا. وغدوه موش غدوه، من بعد نرجع لكم على مشكل اخر اللي راهو يستنى فينا، ولا راهو يستنى في الشعب الجزائري مسكين مغبون على رايو، خاطرش كانوا مسيرين وهم في ما نعرف يعني، على جهل ما يفهموش ولا ما على باليش بهم، يحبوا يوصلوا الجزائريين لي بروبليم. انا نقول باللي كل حد راني نتكلم كيما هكا. علاش؟ انا كمسلم شويه مسلمون لايك، انا مسلم علماني، ونجد نفهم الناس العلمانيين. يا جماعه راكم تلقاو مع مسلم علماني، تلقاو كريتيان علماني، تلقاو واحد يتبع الجودايز علماني، تلقاو واحد حتى علماني. هذا صافي با دير بلي راه انسان ملحد كما يقولوا الناس. نو مسيو نو، كاين المسلم العلماني وكاين الاسلاميست. الاسلاميست هو شكون؟ هما الجماعه هذو اللي يقولوا حنا ما نؤمنوش بالديان بالاديان الاخرى، الدين تاع الاسلام هو كلش. هذو هما اللي الاسلاميست. حنا ماناش، حنا الناس هذو نحترمهم بصح ماناش معاهم. كيما الخويرنا ثاني احبابنا والكريتيان ثاني، حتى هما عندهم ناس اصوليين يقول لك الكريستيانيزم هو كلش، والاخرين ما نؤمنوش، يقولون كيما حنا المسلمين يقولون لنا الاسلام نتاعكم هذا ما كانش خلاص، راهو كتبوه جدودكم. يقولوا كيما هكذا، هذو رايهم، هذا رايهم، حنا ما نتفقوش معاه، هذا ما كانش تو. كيما اليهود كيف كيف، حتى هما كانوا فيهم ناس يمنوا باللي كاين اديان، كاين دين تاع الاسلام، وكاين دين تاع المسيحيه، وكاين دين هذو كيما حنا، وكانوا اخرين يقول لك نو حنايا وبات الخبر. كيما المسلمين كيف كيف، اللي المسلمين موش نهضرش على المسلمون، المسلمون اللي كيما انا متفتحين. علاش متفتح؟ كيفاش يا اسكو نتوما يا جماعه، اسكو نتوما تنجمو تدخلوا حاجه في راسكم تقولوا باللي ربي سبحانه عز وجل ما قدرش للناس هذو يقول لهم راكم غالطين؟ ما قدرش للناس هذو حتى وحرفوا باكزومبل الاديان تاعهم ولا داروا، يعني ربي ما قدر لهمش يعني حتى نجيو نتوما تحبوا نتوما تنعتوا شطارتكم على ربي سبحانه عز وجل؟ مي سي با نورمال، سي با نورمال يا ناس. ربي سبحانه عز وجل راهو كن فيكون، لو كان عينه يرجع العالم كل المسلمين يدير كيما هكا برك، يرجعهم كل المسلمين. لو كان يحب يرجعهم كريتيان سي لا ميم شوز، لو كان يحب يرجعهم في اي دين سي لا ميم. ما يسنكوش نتوما، ما يسنكوش، ما يسننيش انا، انا عبد ضعيف انا. كيف حبيتوني انا نروح لواحد نقول له اروح لهنا لازم تكون مسلم بالذراع، ولا لازم تكون كريتيان بالذراع؟ وزيد انا على حسابي، انا على حسابي، انا الناس الاخرين قادرين يتفقوا معايا ولا ما يتفقوش. انا نقول باللي كاين الاشتام، كاين المسيحيه والاسلام واليهوديه وهذه وما على باليش وما على باليش. انا اون فان كونت نقول باللي كاين فرد دين، هذا انا نقول كاين فرد دين، والناس كما يحبوا يعبدوا ربي كما يحبوا يعبدوا ربي. احنا نصليو خمس ركعات ونديروا هذه ونديروا هذه، وهما يدخلوا للليكليز ويدخلوا للسيناغوغ ويقولوا او نون دو بير دو فيس دو سانت اسبري ويقولوا واش يحبوا. مي اون توتي لا فان خلاص، راهو عندنا فرد اله وفرد دين، هذا هو اللي نقولوا انايا. ما كانش من هذا اللي يقول لك واه اللي ما هزش الدين الاسلام هذا وما ما لا دين له. هذا هذه راهي تسمى دو لانتيغريزم. علاش؟ باسكو انا نقول لكم بلي راكم غالطين في الكلام هذا. علاش؟ ملا على حسابكم انتوما، ربي سبحانه عز وجل كيبعث التوراة والانجيل ملا غلط، ملا غلط، ربي ملا يبعث التوراة والانجيل وبعد يقول لهم با 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 حبس حبس ماشي هذه هي، هيا نبعثوا القران ونبعثوا كذا ولا منا، وبعد يقولنا لنا حنا ثاني با 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 مغلطين خصنا خير نبعث حد. نو مشي نو نو كاينش منها. انا خمم مخي هكي يقول باللي الدين اللي بعثه ربي خلاص هذاك هو،
هذاك هو، ما تجيش تحكي لي حكايه جهه هذيك محرفوه ما نعرف واش يا خويا. اللي حرفو لمني با روندغ كونت لي انا ولا لعلي بالحاج ولا لمني اللي با روندغ كونت اي با روندغ كونت الله تعالى براسو بين ربي. وحنا واش دخلنا حنايا؟ حنا اللي حرف يعرف على روحو، واش راه حنا فيه حنايا؟ يحرف براسو كشو يحرف في ايماجينو غدا نلقاو حنا الاسلام هذا مش تاعنا حنا، ما كانش خلاص هذا الدين هذا خلاص. ايماجينو سيدي ما كانش خلاص احنا اللي حنا نتعاقبوا، ماهناش حنا، حنا لقينا جدودنا يصليو ولقينا الناس اللي علمونا اللي قالونا دبر راسهم بينهم بين ربي سبحانه وعز وجل. وحنا واش دخلنا حنا؟ حنا تبعنا في الامان، الناس الكل تبعتو خلاص. كاش ما كان واحد مسلم دركا زاد راحو سقساوه قالوا له يا فلان انت تحب تكون مسلم ولا تكون كريتيان ولا تكون يهودي؟ نو شفت زاد لقى لي بارون تاعو مسلمين ولا مسلم. الاخر زاد لقى عندك كاين اخرين بار كونفيكسيون، كان اخرين بار كونفيكسيون، واحد يقرا يقرا القران ويقرا البيبل ويقرا من هنا ومن بعد يحكم باللي شكون هو الصحيح يروح معاه. قال انا مع هذو انا راني كتاب وما نسالولوش، سي سون افي براسو. مي انا لو كان يعني الناس يخيروا معايا انا نقول لهم انا مسلم، انا كريتيان، انا يهودي، انا ديانات تاع ربي كامل، انا خلاص. خاطرش ما كاينش حاجه تاع ربي سبحانه وعز وجل نقول لا. الانسان اللي حط الدين هو موش تاع ربي وقال هذا رونا هو اللي تحاسب عند ربي، مانيش انا سيتو. هذه هي اللي لازم نقولوها، وعلى هذا نطلبوا من خويانا المسلمين اللي كيما انا ديما يكونوا مسامحين، ديما يكونوا يحترموا الاخر. يفضغي كيما قال واحد تحترموا الانسان اللي ما يختلف معاك، ما تجيش تنعت عليه صحتك نتايا. قال لا اخويا لو ما تكونش مسلم انت راك عدو نتاعي. لا اخويا انا عدو نتاعو، مانيش عدو نتاعو خلاص دبر راسو. لو كان حتى منش بعد مانيش عدو. انا عندي صحابي دي كريتيان، عندي صحابي دي جويف، عندي صحابي ما يمنوش خلاص. يعني شو وانا واش دخلني فيهم انا؟ وعلاه كنت تلقاو انا نقولوا راح نحكموا من الكرومه تروح معايا المسجد الذراع ولا يحكمني هو من الكرومه يقول لي تروح معايا؟ لا 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 كل واحد يحاول براسهم. انا لو كان لقيت ثاني، لو كان لقيت قلت لكم نزيد نعاودها لكم، انا لو كان لقيت راهو مسلمين كريتيان يهود كل المؤمنين كلهم يصليوا مع بعضهم، يصليوا مع بعضهم خلاص. خاطرش لمن نصليوا لمن؟ لعله حنا عندنا رب واحد اخر وهما عندهم رب واحد اخر. هذه واحد يضحك، هذه واحد يضحك، هذه راهي واحد يضحك. اي والله كاش ما كاين رب تاع المسلمين وحده هو رب تاع اللي كبرتيه وحده هو رب تاع الاخر وحده. او كاين ربي عند الناس كل ولا ما كانش خلص. هذه هي، ما يكونش هذا ربي نتاعنا وهذا ربي نتاعهم وهذا من على هذاك. انا ما نمنش في هذيك الهضره هذيك اللي قالها، ولا في الصوره هذيك اللي تقول واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه ترهبون بها عدوكم وعدو الله. انا اللي تنقراها انا ما نهزهاش بالعين الاعتبار، خاطرش ربي ما يحرش الناس على ناس، ما يحرش. حتى لو كان نروح باكزومبل لا بيبل والتوراه والانجيل ونلقى فيهم ايات اللي فيها نتاع عنف، سامحني نقول لهم هذه مش ربي اللي قالها. نو اجل قالت باسكو ربي ما يسناش واحد باش يقول له روح فلان روح اضرب فلان ولا روح دير كيما هذه اللي عيط لهم الفتوحات. الفتوحات قالك حاجه حقها الفتوحات هذه، قال لهم ايا روحوا للناس اللي ما يمروش نحيوا لهم سوا يمدوا جزيه ولا سوا نقصوا لهم ريسانهم. هذه تدخلكم انتم ريسانكم يا جماعه، تدخلكم انتم ريسانكم. ومن بعد يتراجعوا نفس الوقت يتراجعوا يقول لك عم النبي ما كانش مؤمن ما منش ما حبش يمن خلاص. ومن بعد قالوا له هذوك الصحابه قالوا له كيفاه يا رسول الله تاع عمك ما يحبش كذا ومن هنا وحنا نخليوه يقول ابان. من بعد قال لك هبطت ايه قالت له انك لا تهدي من شئت يا محمد بالله يهدي من يشاء. ايوي بصح هذه نقبلها انايا بصح. علاش ماهيش على الناس الكل؟ علاش غير على عم الرسول برك؟ علاش ماهوش على الناس الكل كيما قال واحد كيحبوا باش يروحوا يقاتلوا الناس ولا يضربوا الناس ويذبحوا الناس؟ قال لا ربي قال لكم نو ما كومش انتم تهديوا الناس، ربي هو اللي يهدي الناس. اي سي فري، اي سي فري، هذه نقبلها انا ونقولها سي فري. دونك على هذا اللي لازمنا كاملين نحترموا بعضنا، نحترموا الاخر. الاخر يا خويا ما يحبش يكون مسلم يا خويا هذه حاجته، هذه حاجته. حنا نو سون الجيري فينا المسلمين، وحنا دوكا اوني لا ماجوريتي، كنا لا ماجوريتي، حنا لا ماجوريتي، مي ما كناش بكري لا ماجوريتي باش يكون في عندكم. كيما واحد الكاتبه دوك رد عليها من بعد، واحد الكاتبه ما عرفت اسمها هذه دوك من بعد رد عليها دارت ليبر وتقول لهم باللي لي بربر راهم صهاينه وراهم ما نعرف واش، ورد عليها من بعد هذه الكاتبه هذه
انا نقول لكم الجزائر قبل ما يجيو العرب يجيبوا كيما نقولوا حنا جابوا لي هذا الدين وجاو قبل كنا يهود كنا دي كريتيان جدودنا كانوا هكذا اللي يحب حب واللي كره كره عمرنا ما كنا مسلمين علاه انا نسكن في خنشله ودي هي اللي كانت في خنشله حاربت هذول العرب كي جاو جابوا لها الاسلام حاربتهم وحارب اغلبتهم في قداه المعركه وشكون دي هي هذه اسكو ماهيش تاعينا ماهيش ماهمش سي با نو زون سيتر مي سي سي سون نو زون سيتر دونك عمرهم ما كانوا مسلمين وقتاش ولات الناس مسلمه ودخلوا الناس الاسلام حتى غلبوا كي قتلوا هذه الدهية وغلبوا الاخرين باش الناس ولات الناس كانوا ناس دخلوا الاسلام بالذراع خافوا يكسروا لهم رصانهم وخافوا كيما قال واحد دخلوا الناس حتى كيف اسمه اكسل دخل معاهم ومن بعد ولا كي شاف باللي ما كانش منها ولا اتاكاهم ولا قتل عقبه بن نافع وقتل الجماعه الاخرين وتحكموا كذا ومنها دونك حنا عمرنا ما كنا مسلمين جدودنا القدماء ما على جدي تاع البارح جدي تاع البارح كان طالب يقري في القران من هضروا على جدودنا قبل ما يجيو هذه جماعة الفتوحات الإجرامية هذه مش الإسلامية خاش الإنسان يجيب الإسلام ولا يجيب دين عمره ما يقتل الناس عمره ما يذبح الناس وتذبحوا أنت باسم ربي تمسخر أنت يا تغتصبوا النساء باسم الدين تمسخر أنت يا وهذه يا ربي يقول كيما هكا هذو الناس هما أكثر من الكفار الناس اللي يديروا الشيء هذا علاه يقول لك واحد أو الله يهديه بوركوا إيبا ربي هو اللي يهدي ماهوش العبد هو اللي يهدي كسوا ولدك ولا خوك ولا جدك ولا مرتك ولا واش تكون ماشي انت اللي تهديها انت تهضر معاها اذا قنعتها صح ما قنعتهاش خلي لها ربي هو اللي يهديها سي ساس كيف هو دير باش نتفاهموا دونك كانوا ناس اخرين من كيما قال واحد عندهم راي اخر هذا شغلهم هذا شغلهم على كل حال انا ما نطولش عليكم دوكا حبيت نجاوب برك واحد الاخت وقيله واحد الاخت هذه من بعد بالك ما نجاوبهاش درك نو ما نجاوبهاش درك نخليها في قلت لها باش نجاوبكم بعد نجاوبها في الفيديو الثانيه ان شاء الله نديرها في بعد واحد الساعه من زمان نعاود نرجع على واحد المشكله صرات نرجعها ونجاوبها الطفله هذه على كل حال اليوم ديمونش نقول لكم كل بون ديمونش ا توتي ا توس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ديما ديمونش شاك ديمونش ما نحبش بهذا كيف اسمه بهذا لابيل انو غوفرمون حتى ان شاء الله يعرفوا باللي راه لازمهم يخليوا الناس يصليوا ما تحكمش الناس بالذراع مسلم ولا مسيحي ولا يهودي جزائري ما عندك ما تقول فيه المسلم الجزائري راهو كيما انا الكريتيان الجزائري راهو عنده نفس الحقوق كيما انا اليهودي راهو نفسه عنده نفس الحقوق كيما انا واللي ما يمنش عنده نفس الحقوق كيما انا خطره واذا تنجموا نتوما اذا قادرين يعني تكونوا صح قادرين خرجوا الناس اللي ماهمش مسلمين قال يا جماعه غدوه خرجوا كومينيكي قال اللي ماهوش مسلم يغادر الجزائر من فضلكم باش هكذا يغادروا اذا ينجموا اذا نجمتوا اذا ما نجمتوش راكم ما تسالوا لهمش كل واحد يروح للدين اللي يحبه ما تحتمش عليه يكون مسلم ولا يكون مسيحي ولا يكون يهودي ولا واش يكون الله يسهل عليه هذا دونك نقول لكم قبلي لهنا اتوتالور ان شاء الله اتوتالور فوالا voilà.